أمير القلوب هو، وهو بابا جابر الذي كرس حياته لخدمة الكويت بحنكة وحكمة وكثير من الحب. سمي في 31 من ديسمبر عام 1977 أميراً للبلاد، وأسلم الروح في 15 من يناير عام 2006. وبين بين ظل يردد: الكويت هي البداية والنهاية، وهي الأم والأب والعرض. هو أمير الكويت 13، والأمير 3 بعد الاستقلال، والابن 3 للشيخ أحمد الجابر الصباح. والكون المؤلف من 3: سماء وأرض وبحار، بكى في يوم رحيله. إنجازاته كثيرة في حقول النفط والمياه والزراعة والصحة والنقد، وفي قضايا الأيتام وأولاد الشهداء والأسرى والعلم والشباب. وهو الذي طالما ردد: الشباب هم التيار المتجدد في نهر الحياة. كان يفكر في كل ما يجمع محلياً وإقليمياً ودولياً، فطرح إنشاء مجلس التعاون الخليجي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعمل على تعزيز العلاقة العفوية الوثيقة بين الحاكم والشعب، واهتم بقضايا الأمة العربية وفلسطين والسلام في الشرق الأوسط، ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وقام عام 1988 برحلة خير وسلام، ملقياً خطاباً رناناً باسم مليار مسلم في العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يوم احتل العراق الكويت ردد: إذا تمكن العدوان من أرضنا فلن يتمكن من عزيمتنا. وهذا ما كان. نحمد الله كثيراً على إعادة بلدنا إلى أصحابها ورجعت الكويت الكويتيين. لم ينقطع التواصل بينه وبين ناسه يوماً، فظل يلاقي الناس في المقاهي الشعبية وفي اتحاد الصيادين وفي الديوانيات. ظل يسمعهم بحرص ويستجيب بكرم. ويوم تعرض إلى محاولة اغتيال أطل على الشعب الخائف قائلاً: مهما طال عمري أو قصر، هو عمر إنسان، وتبقى الكويت وسلامة الكويت. في يوم رحيله بكاه البشر والحجر، وظل كلامه يرن: من عمل للكويت وصانها وقدمها على نفسه كان في المكانة العليا عند الله. نحن الآن في دياره وفي دارة ثقافية تحمل اسمه. نحن في الكويت التي أحب، وله منها ومنا ومنا كلنا كل الحنين والشكر والنعم، حيث هو في المكانة العليا عند الله.